دكتور احمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل. مساء الخير يا فندم. سامور يا فندم. دكتور احمد، الف الف مبروك على هذا النجاح الباهر في مضمار تخصص سعادتك في تعويم الحاويه البنميه ايفر جيفن، ويا ريت سعادتك تقول لي يعني حضرتك حسيت بايه منذ بدايه الازمه، وازاي تابعت الجهود والسيناريوهات اللي وضعت، وقد كده وصل بقى الفرحة بعد ما نجحنا الحمد لله النهاردة. طبعا يعني مع بداية الحادثة اكيد كان في انزعاج. الوضع اللي احنا شفناه للطموح بتاع المركب كان بالنسبة لنا وضع غريب جدا، لان انت يعني ان انت تشوف حادثة بحرية، اللي شايف مركب ضخمة المقدمة بتاعتها والمؤخرة بتاعتها شحطين على الرمله والصخور، قافلين القناه بالكامل، اكيد البدايه كان المنظر مزعج. يمكن انا اول يوم ما كانش فيه معلومات كافيه قوي. ايوه. ما كنتش حابب ان انا اتكلم مع حد في الموضوع. كويس؟ اما ابتدينا يعني بحكم ان الواحد في المجال وعلى الاتصال ومجال النقل البحري معروف كويس، ابتدينا نعمل نوع من حتى دراسات داخليه بيننا وبين بعض عن توقعاتنا. واخد بالك حضرتك؟ الحمد لله انا كنت واحد من الناس اللي قلت لا مش هتاخد اسابيع، حد اقصى هتاخد 6 أو 7 أيام، والحمد لله كنت موفق. هايل يا دكتور. التقدير من الامر. تاني امر قلت لا المراكب مش هتغير المسار بتاعها. الناس كلها بتسمن أهمية قناة السويس، والحمد لله ما فيش ولا سفينة غيرت مسارها خلال هذا الأسبوع. أشكر ربنا. كويس؟ كان عندي ثقة في إدارة التحركات وإدارة الأزمات في الهيئة، كان عندي ثقة لأن أنا أعلم الكثير من الناس أصحاب الخبرة وأصحاب العلم ودرسوا الموضوع، وده يمكن يفسر إن قناة السويس قعدت 48 ساعة معلوماتها شحيحه جدا عن الموضوع. ايوه. معلوماتها للاعلام مش معلوماتها الداخليه. لا يا فندم حضرتك صح، لان احنا تاني يوم لما قلنا الخبر، وانا حتى غلطت وقلت النهارده حصل الشحط ده او الجنوح ده، لان زي ما سعادتك تفضلت اليوم الاول كانش فيه معلومات كافيه، هم طبعا كانوا منكفئين على امكانيه الحل. يعني بقول لحضرتك يعني بعد 48 ساعة اتضح ان في وحدة الازمات او ادارة الازمات، وكانت اكتر من مجموعة واكتر من ادارة واكتر من تخصص. أيوة. ما بين هندسي وبحري وادارة ولوجستيات. كويس؟ وخد بالك قناة السويس عامرة بهذه الخبرات للعلم يعني. أيوة. كويس؟ كان بيدرسوا الامر بمنتهى الهدوء، اللي انت النهاردة الازمة دي ازاي تحافظ على السفينة، ازاي تحافظ على البضاعة، ازاي تحل هذه الازمة بدون او بادنى اضرار ممكنة، ازاي اللي انت تستعين بالقطارات الدفع او بالكراكة. كويس؟ وكانت في دراسات وحسابات الناس طبعا اللي هي مش متخصصة كانت مستعجلة اللي هي تعرف امتى وازاي، وابتدت التكهنات تقول لا ده الموضوع هياخد اسابيع، لا الموضوع ممكن ياخد شهور، لا احنا مش هنعرف نعمل، لا نستعين بالخبرات الاجنبيه. وكان في حاله صمت من قناه السويس، لان خد بالك انت عايز تشتغل فكر وادرس وابتدي حط خطه وسيناريو وبعدين قول للناس هتعمل ايه. ايوه. كويس؟ فمن اليوم الثالث ابتدت الامور تتضح اكتر، ابتدى ان عمليه الدفع للسفينه امر كان صعب جدا، فابتدى الجزء تيجي معدات ارضيه بتشتغل على منطقه المقدمه، بتكسر الناحيه الصخريه، بتحاول تحرر شويه المقدمه بتاعه المركب، اللي الناس علقت قالت معقول احنا بنحل المشكله بالكلام ده؟ خد بالك انت المعده الصغيره اللي ما كانتش عجباك دي كانت ليها دور، طبعا كانت ليها دور مهم جدا 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 في البدايه. طبعا. كويس؟
طب قول لي يا دكتور، عايز اسال حضرتك عن النهارده برضو من ضمن التصريحات، انا باكد على كلام حضرتك في حته انه الفريق اسامه ربيع من دقايق لسه قايل في المؤتمر الصحفي ان كفاءات قناه السويس اللي بيغادر بيجي كفاءه زيه ويمكن احسن، فالكفاءات فعلا الحمد لله يعني القناه عامره الهيئه بتاعتها بالكفاءات وربنا يزيد دايما. انما عايز اسال حضرتك عن، كان في تصريح عن انه ما حصلش خساره او تدمير لجزء من القناه، هل الجزء الصخري اللي تم تكسيره او الجزء الرملي اللي تم توسيعه من جانبي مقدمه السفينه، هل ده يؤثر على اداء القناه في شيء؟ لا ثق تماما ان بكره الصبح هيتعمل، يعني ثق تماما ان بكره الصبح هيتعمل. عمليه التكسيه واللي حصل في التكسير والكلام من ده، لا ده ابسط الامور اللي انت بتتكلم فيها دي. طيب دي ابسط الامور اللي حضرتك بتتكلم فيها. طيب يا فندم، يعني ايه الاخطاء، يعني هل حدث مثل هذا الحادث قبل كده، وايه الاخطاء التقنيه اللي ممكن تؤدي لحادث جلل زي ده من وجهه نظر سعادتك؟ حادث البحريه ومعروفه ومش كلام انا لوحدي، ثلاث انواع فضل. بتنتج عن اخطاء بشريه، بتنتج عن عيب في السفينه، بتنتج عن ظروف قهريه. الاخطاء البشريه بتوصل ل 97%، الظروف بتاعت السفينه ممكن توصل 2%، العوامل القهريه ممكن توصل 1%، ودي تقارير دوليه على فكره لتحليل الحوادث البحريه. يعني مش كلام احمد الشان الكلام ده. كويس. فاللي حصل، انا يعني على يقين ان في اخطاء بشريه حصلت من ابطال السفينه او من مهندس السفينه ادت الى عدم السيطره على السفينه، ففضلت على الدفة يعني، فجنحت اتجاه اليمين لغاية اما دخلت في منطقة الشحط وكملت عشان سرعة السفينة، لغاية اما وقفت خلاص بقى، يعني في ممانعة باتت على الصخرة وباتت من الناحية التانية على المؤخرة على الارضية. فدي حادثة غير مسبوقة تماما، يمكن كان في واحدة في فبراير 2016 بس كانت سفينة شحن اصغر وحصلت فيها عطل وجنحت وتقريبا وقفت القناه، بس اللي حصل ان كانت قريبه من القناه الجديده فتحولت الملاحه على قناه السويس الجديده في هذا الوقت، ولم تتوقف القناه برغم ان المركب البناميه اللي هي بحكي لك عليها دي يمكن خدت ايام على بال ما اتحلت مشكلتها، بس لم تتوقف الملاحه في قناه السويس وقتها. طب يا فندم، يعني خليني اسال حضرتك برضو على امكانيه التعويض، يعني اللجنه اللي بتمارس التحقيق دلوقتي وبتسال القبطان والمهندس والموجودين وبتسال اكيد المرشدين برضو على ايه اللي حصل، هل يا فندم يعني بنتوقع حصول مصر على تعويضات في مقابل التاخير والجهود بتاعت التكلفه ايضا بتاعت التعويم وايضا الخسارة اللي كانت بتكلف مصر 14 مليون دولار في اليوم؟ بص حضرتك، النهارده التأمين هو اللي هيحقق تحقيق دولي عشان يشوف المطالبات اللي هتجيله نتيجة الحادث والأضرار اللي تسببت. تمام. الأضرار عبارة عن أكتر من ضرر. الأضرار اللي هي تمت زي ما أنت قلت على جانبي القناة كويس هتبقى ليها قيمه. الاضرار اللي تمت لاصحاب البضاعه اللي شايلاها المركب ممكن يرجعوا على المركب بهذه الاضرار. الاضرار اللي هي حصلت في قناه السويس لفقد ايراد لمده 7 ايام برضه هيبقى من ضمن المطالبات. تكلفه القطر والدفع والتكريك والانقاذ هتعمل دي فاتوره قناه السويس. كويس؟ أنا من وجهة نظري اللي أنا بقوله لك ده قناة السويس لن يقل عن 150 مليون دولار. لن يقل عن 150 مليون دولار، كويس؟ ده كمان يا فندم أكيد هيحصل نوع من التفاوض. إذا أضفنا أكيد هيحصل نوع من التفاوض. إذا بس أنا هقول لك، أنت النهارده القناة بتفقد إيراد يومي مش أقل من 15 ل 17 مليون دولار. كويس؟ زائد وربما أكتر من كده، زائد تكلفة القطارات والكراكات اللي اشتغلت، انت حطيت لهذه العملية 12 قطرة وكراكة ومعدات أرضية ومدقات
وشغلت الناس 24 ساعه لمده 6 ايام. أي. كل دي تكلفه لابد ان هي تحملها السفينه. التحقيقات الاداريه اللي هتتم عن طريق النيابه هيحصل ان القبطان وكبير المهندسين وطاقم البحريه اللي موجود في غرفه القياده حتى المرشد اللي كان موجود مع القبطان هيراجعوا الاتصالات اللاسلكيه اللي تمت ما بين السفينه وبرج الارشاد. في جزء ممكن تطلب النيابه ان هي يتم فك الجهاز الفيديو ار اللي هو التسجيل الصوتي داخل الكابينه بمعرفه الشركه اللي مركباه ويروح للمعامل في لندن عشان يتفرغ كويس. وكل الاجراءات دي هتعملها برضه شركه التامين. كويس. وارد جدا ان النيابه توجه اتهام للمرشد للقبطان. وارد جدا. لكن دكتور احمد الشامي خليني اسال حضرتك، هل الاضرار العسكريه اللي اشارت اليها امريكا واكتر من دوله بان عبور السفن العسكريه بشكل او باخر بقى شايله ايه مش شايله ايه مش شغلنا نتكلم فيه، لكن هل دي بتقيم بشكل او باخر لاثبات هذه الاضرار ماديا ولا تظل اضرار سياسيه فقط؟ بس هقول لحضرتك، طبعا انا ما عنديش علم ان كان في حاجات حربيه كانت موجوده في القوافل في الانتظار ولا، انا شخصيا ما عنديش علم. اي كويس. بس هنقول ان هو اي حد تضرر ممكن يرجع على الشركه المالكه اللي تسببت في هذا الحادث ويقدم مستندات الضرر. نمره واحد، كل هذه البضاعه اللي اتاخرت ممكن يبقى عليها مطالبات تاخير، فهيبقى طبيعي ان هم يطالبوا هذه الشركه التي تسببت في هذه الحادث. بالاضافه ان هذه السفن اتاخرت عن مواعيدها، في سفن مستاجره فاللي كان مأجر بيوقف الايجار فالشركه المالكه بتخسر قيمه الايجار اليومي. كل هذا الامر هيتضح، هل الناس هترجع على هذه السفينه؟ هل الناس هتكتفي؟ انا بتكلم على السفن اللي هي منتظره. ايوه. واخد بال حضرتك؟ ما تقدرش تؤكد الناس هتعمل كده ولا مش هتعمل كده. ايوه. واخد بال حضرتك؟ فالجزء ان كانت بقى حموله عسكريه او حموله تجاريه اكيد في الكل تضرر. أيوة. يعني انت النهارده في ضرر، واخد بال حياتك. ولابد، وعلى فكره قانون البحار في الالزام، قواعد الملاحه في قناه السويس، تعليمات المرور في قناه السويس، كل القوانين المدنيه في الدول، واخد بال. يعني انت النهارده القانون المدني هو اللي هيفصل، لو في قضيه هو اللي هيفصل فيها. أيوة. مش هتروح لتحكيم دولي طبعا. طب قول لي يا دكتور، على ارض مصريه. طب خليني اسال حضرتك عن هذه السفينه وما كانت تحمل، هل هي صالحه؟ يعني ايه نوع التجارب والفنيه والفحوصات اللي بتتعمل لها دلوقتي في البحيرات في الاسماعيليه علشان بقى تمشي بقى وترجع تكمل طريقها يعني؟ بص، طالما شحطت المركب يبقى لابد في كشف عقاع. كويس. ولابد يبقى في تجربه للماكينات والرفاص والاجهزه الملاحيه وكل معدات السلامه. اي كويس. هذه الاجراءات هيتم بيها نوعين، اداره مراقبه المينا اللي عندنا في مصر هنا وهيئه السلامه البحريه. اي زائد ان هيئه الاشراف الدوليه اللي هي تابع ليها السفينه لن تديها صلاحيه للابحار الا بعد ما تتيقن تماما لعدم وجود اضرار تمنع الملاحه. كويس. ربما ان يكون فيها اضرار بسيطه فهتديها رحله واحده لغايه ما تفرح حمولتها، وهتلزمها ان هي في اقرب ميناء بعد تفريغ الحموله انها تخش للحوض وتعالج هذه الاضرار. كويس. هذا امر وارد، وارد برضه ان ما يكونش حصل اضرار في السفينه ويكون الامر عدى على سلام. انا بس عايز اشير لحاجه، لان انا اتعلقت ان الماركت كان فيها درجه ميل وهي بتتقطر. ايوه. كويس. التوازن بتاع الماركت بيتم عن تنكات الميه الصبوره. أيوه. واخد بال حضرتك؟ فطبيعي ان تنكات الصبوره ساعه ما الماركت كانت شحطه تم تفريخها بالكامل اكتر من 90 طن. واخد بال حضرتك؟ طبعا. ما كانش فيه الوقت الكافي، وبالذات ان الماركت بتتقطر وان درجه الميل كانت باينه جدا درجه او درجتين، فما فيهاش درجه خطوره.
واضح ان تنكات الاتزان ما اتملتش لغايه اما تسحب السفينه، على اساس ان هي خلاص يعني تاخد طبعا المسافه الزمنيه لغايه اما تقف في البحيرات وتربط وتبقى يعني تعيد تاهيل نفسها بعد كده. طب دكتور احمد انا بشكر حضرتك جدا على خبراتك القيمه اللي حضرتك يعني شاركتنا بيها النهارده، جزيل الشكر يا فندم. طب الدور الاهم بقى، معلش هستاذنك، تعرف اللي جاي هو المهم بقى. اتفضل يا فندم. النهارده في تكدس في قناه السويس. ايوه. تقريبا 360 مركب او يزيد، والمفروض ان انت ميعاد القافله الساعه 3 الصبح الطبيعي اللي هو الميعاد الطبيعي، اكيد في مراكب كمان قادمه. ايوه. سياده الفريق اسامه ربيع اعلن ان هو كان اوريدي عاملين مخططات لاعاده التشغيل، هتشتغل القناه بكفاءه 24 ساعة، تم استدعاء كل المرشدين، تم استدعاء كل أباطين الأطراف، بحيث إن قناة السويس تعمل بصفة مباشرة بتخطيط ودعم لوجستي واضح إن هي تنتهي هذه التكدسات، لأن أنت النهاردة عندك أسبوع متأخر. أيوة. كويس؟ 360 مركب، فإن شاء الله يعني تكتمل نجاح مهمة الناس اللي أدارت هذه الأزمة، إن ينتهي في الثلاث الأربع أيام القادمين لنسمع مع نهاية الأسبوع إن شاء الله أو مع بداية الأسبوع القادم بعودة القوافل الطبيعية اللي هي 50 52 55. ليه؟ لأن حركة الترافيك العالية دي صيغت تماما إن فيها تعب بشري. أيوه. المرشد لما هيشتغل 16 ساعة و 17 ساعة أبطال القطرة، الناس اللي في اداره التحركات، الناس اللي في اداره الارشاد، الناس اللي في التوكيلات الملاحيه، فطبعا نثمن جهد كل واحد اشترك طبعاً في هذه المهمه، بنشكرهم مقدما على مجهودهم، لان ده كله في في يعني سمعه البلد. صحيح. واثبتت اداره قناه السويس ان لديها الخبرات والكفاءه لتجاوز هذه الازمه، مع ان كل الناس مع بدايه الازمه قالت هذا الامر لن ينتهي قبل اسابيع، وربما السفينه تفرغ حمولتها، والحمد لله السفينه خرجت سليمه، السفينه تمت في اقل من 7 ايام، السفينه خرجت وتشدت وكله بقى تمام، فمبروك لاهل مصر، مبروك لكل واحد شارك في هذا العمل. شكرا يا دكتور، نورتنا، كتر خيرك. تحياتي لحضرتك. جزيل الشكر للاستاذ الدكتور احمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصادات النقل، وشكرا جزيلا لحضراتكم. حيثما تريدون تستجيب الارض، وحيثما كانت ارادتكم يتوجه الوطن. شكرا جزيلا، تصبحوا على خير.